من أسئلة كذلك السؤال القديم الجديد، القديم من أيام الصحابة رضي الله عنهم، الذي فيه فهم خاطئ لقوله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. كثير الناس يفهمون أن عليكم أنفسكم يعني ما أنها ما عليكم غيرك، حتى بعض الناس يحرفون الآية يقول عليكم بأنفسكم ولا عليكم بغيركم، يعني واللي يقول لك اقضب أرضك واللي يقول لك دع الخلق للخالق، هذه يعني خرافات ليست شرعا ولا دينا ولا أقوال ولا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين، دع الخلق للخالق هذه خرافات وحيل شيطانية للتخلص من المسؤولية. أما قوله تعالى يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أولا عليكم أنفسكم هنا ليس معناها عليكم بأنفسكم، عليكم أنفسكم معناها إلزموا أنفسكم، اضبطوا أنفسكم. عليكم هنا مثل يسمونها اسم فاعل اللي هي مثل دونك الكتاب، معناها خذ الكتاب، اسم فعل دونك الكتاب معناها خذ دونك، معناها تحتك، المعنى الحرفي لدونك الكتاب معناها تحتك الكتاب، لكن الحقيقة معناها دونك الكتاب معناها خذ الكتاب. فإذا عليكم أنفسكم معناها إلزموا أنفسكم، يعني احرصوا عليها واضبطوها وانضبطوا معها بالكتاب والسنة بأمر الله سبحانه وتعالى. لا يضركم من ضل لا يضركم من ضل إذا إيش؟ إذا اهتديتم. ولا يمكن سيضرك من ضل إذا لم تهتدي، سيضرك. ومن الهداية أنك تأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تزيل، تسعى لإزالة الظلم، تسعى لإزالة الفساد. إذا لم تسعى لإزالة الظلم ولا إزالة أنت ما لم تهتدي، لم تطبق أمر الله سبحانه وتعالى ولم تنهي عن نواهي، فسيضرك من ضل، سيضرك من ضل سواء ضررا شخصيا أو ضررا عاما بالعقوبة الربانية. ولذلك قال أبو بكر ردا على من فهمها الفهم الخاطئ، قال إنكم تقرؤون، أبو بكر رضي الله عنه، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في على غير موضعها، كيف الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يقول أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر بينهم فلم ينكروه يوشك أن يعمهم الله بعقابه. فإذا هذا فهم أبو بكر، فهم أبي بكر رضي الله عنه هو الفهم الصحيح. ما في فائدة، ما لن يحميك أن تترك الظالم أو تترك الفاسد المجاهر بفسقه وفساده، تترك القمع والظلم والطغيان، ولا تتحرك بحجة والله لن يضرك لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من الهداية. يقول ابن تيمية فإن الله قال عليكم أنفسكم أي الزموها وأقبلوا عليها، ومن مصالح النفس فعل ما أمرت به من الأمر والنهي، ومن ضمن الأمر والنهي الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وقوله لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنما يتم الاهتداء، هذا كلام ابن تيمية، إذا أطيع الله وأدي الواجب من الأمر والنهي وغيرهما. ثم ذكر فوائد، خمسة فوائد، من ضمنها قال أن يقوم بالأمر والنهي، فإن ذلك داخل في قوله عليكم أنفسكم وفي قوله إذا اهتديتم. سؤال أخير، هل ما ينطبق على الأمم كذلك مثله ينطبق على الأفراد؟ نعم، ينطبق على الأفراد كثير من السنن، ولا أريد أن يعني استطرد فيها لأنها موضوع مستقل بذاته، إذا حصلت فرصة إن شاء الله نتناولها في جلسة قادمة.